انا بوري لحضراتكم الحاجات اللي تم بنائها خلال الفتره الاخيره. لماذا هذا التعنت مع النادي الاهلي؟ هتقولي تعنت يا عم اسلام، النادي الاهلي هو بيبني في كل حته وبيعمل كل حاجه. ايوه، ولكن مش النادي الاهلي تابع لوزاره الشباب والرياضه؟ النادي الاهلي بيصرف من جيبه ولكن تخيل حضرتك لما يبقى فيه هناك مطالبات. وانا الحقيقه حبيت ان انا اسال في الموضوع ده عشان اعرف بس هو النادي الاهلي ده بيعمل حاجات دايما بتبقى فوق المتوقع. اللي على اليمين فوق في اهلي الجزيره ده مبنى اللاعبين او اوض غرف خلع ملابس اللاعبين، والتجهيزات اللي حضراتكم شايفينها على الشمال دي موجوده في الشيخ زايد، تحت شويه اهلي التجمع، مقر النادي الاهلي في التجمع، والحاجات الكتيره جدا اللي مبنيه زي ما حضرتك شايف فوق المليار و100 مليون جنيه مصري خلال الاربع سنوات اللي فاتت دفعهم النادي الاهلي، دفعهم النادي الاهلي علشان يبني الحاجات دي لاعضاء جمعيته العموميه ويطلع هؤلاء الابطال. تخيل حضرتك ان هنا جوده دي طالعه من الصالات اللي بنيها النادي الاهلي، تخيل حضرتك ان جيانا فاروق دي من الصالات اللي بنيها النادي الاهلي اللي كلنا بنحتفل بيها واللي وزاره الشباب والرياضه احتفلت بيها جيانا، واللي الدوله المصريه بالكامل احتفلت بيها، وقد ايه كنا مبسوطين لما خدت ميداليه اولمبيه، وقد ايه ان النادي الاهلي كان له الدور الاكبر في صنع هذه البلد، هذه البطله الكبيره. طب انا بقول كل الكلام ده ليه؟ بقول لحضراتكم كل الكلام ده لاني سالت في الموضوع من كذا حته ومن كذا اتجاه. طيب، هو مش من المفترض ان وزاره الشباب والرياضه تساعد النادي الاهلي على كل هذه الامور، على كل هذه التكاليف؟ وبالمناسبه دي مش بدعه. انا ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لانه لما سالت، انا بقالي يومين بسال في هذا الموضوع، بقالي يومين بسال في هذا الموضوع لغايه لما عرفت النهارده كمان في الافتتاحات دي. الفلوس الكتيره اللي بيدفعها النادي الاهلي دي مش لازم يكون، وكمان عرفت ان النادي الاهلي بيبعت مطالبات من شهر 6 اللي فات لغايه شهر 11 ده، ومحدش بيرد من وزاره الشباب والرياضه. وبالمناسبه انا لما اتقال لي كده عايز اقول لحضراتكم بعض الكلام اللي اتقال لي في هذا الامر. اتقال لي ان اصل سياده الوزير تحديدا، هو انا برد وبقول، اتقال لي ان سياده الوزير ما بيشجعش النادي الاهلي عشان كده ما بيطلعش اي فلوس للنادي الاهلي. قلت لهم لا لا، ما ينفعش نقول كده، لانه سياده الوزير هو رجل دوله، رجل دوله، هو ممكن يكون ناسي بس، فاحنا بنفكر سياده الوزير ان النادي الاهلي عمل كل هذه الانشاءات ومحتاج ان هو ياخد الفلوس بتاعته من خلال هذه الانشاءات، زي ما حضرتك كنت، زي ما الوزاره بتدي لكل الانديه. وانا لما اتقال لي ان اصل سياده الوزير ما بيشجعش النادي الاهلي، قلت لهم لا، ما حدش يقول الكلام ده. سياده الوزير ده رجل دوله، والدوله ممثله طبعا في سياده الوزير عارفه كويس جدا جدا الدور اللي بيقوم به النادي الاهلي في هذا الامر، والفلوس اللي بيدفعها النادي الاهلي ويتحملها من ميزانيته ومن ميزانيه اعضائه. وبالتالي لا، انا متاكد لما حد سالني قلت لهم لا يا جماعه، هتلاقي بس سياده الوزير ناسي، لانه رجل محترم ورجل دوله وبيقف مع كل الانديه وبيقف على كل الانديه على مسافه واحده، ولان ده دوره ما بين الاهلي زيه زي ما بقيه الانديه اللي موجوده بالنسبه للفلوس اللي بياخدها. لكن هو ممكن يكون ناسي بس، او فاحنا بنفكر سياده الوزير ان النادي الاهلي بيبعت مطالبات من شهر 6 اللي فات لغايه النهارده ومحدش بيرد على هذه المطالبات، او يمكن ما وصلتش لسياده الوزير، فاحنا بنقول له، واحنا بنعرف نرد كويس جدا عن سياده الوزير هنا، بنقول لا، هو رجل دوله ويقف على مسافه واحده من الجميع، وهنشوف نتاج ده خلال الايام اللي جايه. كمان النادي الاهلي من حقه زيه زي بقيه الانديه. هو ليه حضرتك بتدي، او ليه الوزاره بتدي بقيه الانديه وما بتديش النادي الاهلي؟ عشان الانديه الثانيه متعسره؟ مش ذنبي حضرتك، مش ذنبي ان انا ميزانيتي مظبوطه وماشي كويس وماشي مستقر وعندي انتخابات وبتعدي وبخدم اعضائي على فكره وبعمل كل حاجه. هو محمود الخطيب مش بياخد الحاجه دي ولا مجلس الاداره؟ بس عشان ما حدش يقول ما مجلس اداره النادي الاهلي مش بياخد الحاجه دي ويحط الفلوس في جيبه. خليني اقول لحضرتك او اقترح اقتراح سياده الوزير، النادي الاهلي
اللي عمل كل الانشاءات دي او معظم هذه الانشاءات هي هيئه وطنيه. هيئه وطنيه كبيره جدا ومؤسسه كبيره جدا في مصر، الهيئه الهندسيه. الهيئه الهندسيه ليها فلوس، النادي الاهلي عليه فلوس للهيئه الهندسيه. ممكن حضرتك ما تدخلش الفلوس النادي، ممكن حضرتك تدفع الفلوس للهيئه الهندسيه على طول. لانه النادي الاهلي كل، انا الحقيقه لما سالت اليومين ثلاثه اللي فاتوا صدمت من المبالغ اللي اتدفعت، والوزاره لم تدفع مليم واحد في هذه الامور على الاقل الفتره الاخيره. على الاقل الفتره الاخيره. ف يا سياده الوزير من فضل حضرتك، انا عارف ان انت ناسي، انا عارف بس ان انت ناسي، وفي حاجه كمان حضرتك ناسيها او الوزاره ناسيها او ما حدش قالها لحضرتك معرفش. لكن تخيل حضرتك والوزير كان ناسي، سياده الوزير ناسي حاجتين. ناسي ان هو يطلع الفلوس للنادي الاهلي اللي من حق النادي الاهلي ان هو ياخدها بناء على الانشاءات اللي بيعملها من خلال الايام اللي فاتت لغايه دلوقتي. الحاجه الثانيه، تخيل حضرتك، تخيلوا حضراتكم ان من المفترض على اي، على وزاره الشباب والرياضه ان هي تكافئ اي نادي بياخد بطوله قاريه او بطوله عالميه. تخيل حضرتك ان البطوله التاسعه القاضيه ممكن محمد مجدي قفشه لم تكافئ الوزاره النادي الاهلي على فوزه بالبطوله القاريه اللي رافع فيها اسم مصر في اعلى مكانه. ودي لائحه الوزاره مش لائحتي، ولا انا بقول ادي النادي الاهلي فلوس كده، لكن دي لائحه الوزاره. لائحه الوزاره اللي يرفع اسم مصر عاليا في مسابقه قاريه او مسابقه عالميه ياخد مكافاه قد كده. فهو الوزير ناسي، انا متاكد، انا متاكد لانه رجل دوله ويقف على مسافة واحدة من الجميع، لازم أقول الكلمتين دول طبعا. فهو ناسي، فإحنا بنفكر بس الوزارة أو مجموعة الإعلام اللي موجودة في الوزارة من فضل حضراتكم في حاجتين. النادي الأهلي ليه فلوس عشان المباني الكتيرة، نساعد في الدعم الإنشائي للنادي الأهلي بس. دي حاجة زي ما زيه زي بقية الأندية، إحنا ما مش على رأسنا ريشة زي ما بيتقال، ولا لا خالص خالص. احنا كل اللي عايزينه ان احنا ناخد حقنا. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي ما خدش مكافاه الوزاره على البطوله التاسعه، بطوله دوري ابطال افريقيا التاسعه، ولا العشره، ولا البرونزيه، ولا السوبر الافريقي الاخير. ولائحه الوزاره اللي بتقول هذا الكلام مش انا،